عندما تنظر للقطات أو صور لرواد الفضاء في الفضاء لا يبدو أن هناك أي جاذبية أثناء العمل هنا، كل شيء لا يسقط في اتجاه واحد. في الواقع الأمر ليس واضحا حتى ما هو الأعلى أو الأسفل، كل شيء يطفو، وإذا أردت أن أدفع هذا الحائط سوف أطفو في ذلك الاتجاه، لذا فإن لا يبدو هناك التأثير الشامل مثل الجاذبية الذي تحاول سحب كل شيء إلى أسفل. ولكن السؤال هو أن هؤلاء رواد الفضاء لا يزالون غير بعيدين جدا عن الجسم الضخم الأرض. في الواقع مكوك الفضاء يرتفع بضع مئات من الأميال فوق سطح الأرض. إذن مكوك الفضاء إذا قمت برسمه من المحتمل أن يكون باليمين هناك، ونحن نعلم أن قوة الجاذبية بين جسمين تساوي كابيتال جي، ثابت الجاذبية مضروب بكتلة الجسم الأول مضروب بكتلة الجسم الثاني مقسوم على مربع المسافة بين الجسمين. والمكوك الفضائي هنا نحو اليمين فقط بضع مئات من المترات فوق سطح الأرض، وآر لا تختلف كثيرا، إنها أبعد قليلا مما لو كنت على سطح الأرض هذه. تذكر أن آر تقاس من مكان تواجدك إلى مركز الأرض، أو حقيقة آر هي من مركز الجسم إلى مركز الأرض، مركز الأرض والذي يمثل المسافة هنا. إذن إذا كنت على سطح الأرض أو كنت على بضعة مئات من الأميال من سطح الأرض، إنها لن تغير آر بشكل كبير خاصة في النسبة المئوية. لذا عندما ننظر بهذه الطريقة إنه يبدو واضحا تماما أن قوة الجاذبية للشخص الذي هو في الفضاء فقط بعض المئات من الأميال فوق سطح الأرض، يجب أن لا تكون مختلفة عن قوة الجاذبية لشخص يقف على سطح الأرض. لذا سؤالي لك، ما الذي يعطي إذا كان يجب أن يكون جاذب في الفضاء؟ كيف استطعنا جمع هذه الصور للأشخاص يسبحون في الفضاء؟ والإجابة هي إذا كان هناك جاذبية في الفضاء وهؤلاء الأشخاص بالحقيقة يسقطون على أنهم يتحركون بسرعة كافية بالنسبة لسرعة الأرض تبقيهم بعيدين عنها. دعني أريك عن ماذا أتكلم، حيث إذا أخذت دعنا نرى، أنا أجلس هنا بإفريقيا، أطلق النار على شيء، ربما لدي مقلاع جيد حقا وأود أن أصيب جسم يتحرك بسرعة فائقة ربما بزاوية 45 درجة، إنها قد تستغرق مدة قصيرة وفي النهاية تضرب نقطة أخرى، وهذا في الواقع هو ما يكون بالفعل مقلاع دوبلر العظيم. سوف أسافر على الأقل آلاف الأميال، على الأقل آلاف الأميال إذا انطلقت بسرعة أكبر، إذا أضفنا قوة أكبر سوف تنطلق القذيفة بسرعة أكبر قليلا، ولكن بالتأكيد سوف تعود للأرض. دعنا نحاول دفعها بسرعة أكبر من هذه، سوف تسقط باتجاه الأرض. دعنا ندفعها بقوة أكبر من تلك، إنها في نهاية المطاف سوف تسقط باتجاه الأرض. أعتقد أنك تشاهد أين ستتجه. دعنا نتحرك بسرعة أكبر، إذا انطلقت بسرعة أكبر في نهاية المطاف سوف تسقط باتجاه الأرض بسرعة أكبر من تلك. إذا دفعت جسم بسرعة أكبر من ذلك سوف يبتعد وثم يسقط باتجاه الأرض. أعتقد أنك ترى ما الذي أفعله. كل وقت أنت تتحرك أسرع فأسرع وترمي القذيفة أسرع فأسرع، تزداد أكثر فأكثر لسرعة معينة عندما تترك القذيفة، وفي كل الوقت هي تحاول السقوط باتجاه الأرض.
سوف تتحرك بسرعة تحاول ترك الأرض، سوف تدور وتدور حول الأرض، وكأن القذيفة تشبه الكوكب. إذن ما الذي يحدث إذا كان لا يوجد قوة جاذب للقذيفة؟ إذا لم يكن هناك تسارع للجاذبية الأرضية، الجسم سيتحرك بشكل مستقيم باتجاه الفضاء، ولكن بسبب تواجد قوة الجاذبية ثابتة والتي تدفع القذيفة باتجاه مركز الأرض أو مركز تلك القذيفة ومركز الأرض، سوف تنتفع باتجاه إحداهما الآخر. أعتقد أنها أفضل طريقة للتفكير بهذا. قوة الجاذبية تفعلها وتحول طريق القذيفة إلى منحنى وتتحرك بسرعة كافية. إذا كانت القذيفة أو أي جسم نتحدث عنه سوف تدور وتدور حول الأرض، ونظرا لعدم وجود الكثير للسطح، إنه لا يوجد هواء إذا كنت على ارتفاع كاف مثل المكوك الفضائي، مثل عدم وجود سحب ملحوظة. هذا سوف تتم ملاحظتها لفترة من الوقت، وعلى الرغم من وجود القليل من السحب، ولهذا سبب تبطئ الأقمار الصناعية بسبب وجود مقاومة صغيرة للهواء. إذا نال إجابة عن هذا اللغز، مشكلة صعبة أو سؤال صعب، إنه يوجد في الواقع جاذبية، إنها ليست بنية خالية من الجاذبية، إنما يحدث أن رواد مكوك الفضاء وكل شيء في الفضاء سوف يسقط، ولكنها تتحرك بسرعة كافية بحيث لا تضرب الأرض، لا تصل للأرض، إنها تبقى تدور وتدور وتدور، ولكن بالكامل تحت تأثير الجاذبية الأرضية. إذا كانت سرعتها تتباطأ كأنه يوجد فرامل بالنسبة للأرض، إنهم يضعون الفرامل هنا، وإنها سوف تنخفض باتجاه الأرض، ولا يوجد شيء خاص لحركتها 300 أو 400 من الأميال بعيدا في الفضاء، حيث لا يظهر تأثير الجاذبية. في الواقع تأثير الجاذبية عند مستوى معين، إنها تبدو غير ملحوظة عند بعض النقاط، لكنها توجد على بعد مئات الأميال للأعلى بالنسبة للهواء، وتعرف بوجود الجاذبية هناك. سوف تكون في مدار، سوف تتحرك بسرعة كافية، لذا إذا سقطت إنها لن تصيب الأرض. وإذا أردت تقدير قوة الجاذبية، وهذا في الواقع ما فعلته ناسا، حيث قدرت الجاذبية بوضع أشخاص في طائرة، وهذه الطائرة تجعل الأشخاص المتواجدين فيها يمرضون، وكأن حركتهم حركة مقذوفات، حيث إذا كان مسار القذيفة في مسار مكافئ، سوف أقول إن الطائرة سوف تقلع وسوف تعمل كأنه سقوط حر أو في مسار مكافئ، إذن أي شخص وجد في تلك الطائرة سيجرب السقوط الحر، حيث إذا كنت سوف تقفز، إذا قفزت قفزة البانجي أو بالمظلة حتى الشعور عندما تتحرك الأسطوانة للأعلى وثم تسقط باتجاه الأسفل، سوف تشعر بألم في معدتك، هذا بسبب السقوط الحر. هذا تماما ما يشعر به رواد الفضاء عندما يكون في حالة مستمرة من السقوط الحر، ولكنه شعور غير ملحوظ عندما تكون في الفراغ السحيق وأنت ليس قريبا من أي كتلة ملحوظة. وهو شعور مطابق تماما إذا شعرت بعدم وجود الجاذبية حولك. ولنقوم بتوضيح الأمور قليلا. لشخص يتواجد في المكوك الفضائي ولا يوجد نوافذ ولا يوجد طريقة لمعرفة
لمعرفة إذا كانوا قريبين من كتلة جسم أو أنهم يشعرون بسقوط الحر، إنهم في الكوكب أو أنهم بالكامل بعيدين عن أي كتلة، أو أنهم يتواجدون في مكان فيه الجاذبية قليلة.